احنا اليوم بلشنا ببارت سي، بنروح من المحاضرة تاعتنا ومن المادة. من المحاضرة الأولى احنا زي نعمل هيك ريفيجن للأفكار. المحاضرة الأولى عرفنا الإلكترولايت سوليوشن، أنواع السوليوشن بناء على الكوندكتيفيتي. بعدين حكينا عن فاراديز لو أو قوانين الفيزياء اللي راح نستفيد منها خلال دراستنا لهذا التشابتر. فاراديز لو اللي هم قانونين لفاراديه وطبقنا عليهم مسألة حسابية. بعدين المحاضرة الماضية تعرفنا على مصطلح جديد واللي هو اسمه المولر كوندكتيفيتي، وحكينا المولر كوندكتيفيتي. ليش رحنا على مصطلح مولر كوندكتيفيتي؟ لأنه أنا بدي ريليشن شيب تربط لي الكونسنتريشن مع الكوندكتيفيتي، بس كمان من خلال عدد المولات. فزي انه اشتقينا هيك قانون اللي هو مولر كوندكتيفيتي لامدا بتساوي كابا على سي، وكابا هي كانت بروبورشناليتي كونستانت او سميناها الكتروليتيك كوندكتيفيتي، وكمان ممكن نسميها سبيسيفيك كوندكتيفيتي، وسي هي عباره عن كونسنتريشن. حكينا علاقه كابا مع التركيز علاقه طرديه، بينما علاقة لامدا اللي هي مولر كوندكتيفيتي مع التركيز كانت علاقة عكسية. شفنا الرسم كيف بتكون نازلة للإلكترولايت سواء كان ويك ولا كان سترونج، وكان بالنسبة للسترونج هيك بيكون في عندنا نزول خفيف سلايتلي، بينما للويك إلكترولايت بيكون الانخفاض أو التأثير على الكونسنتريشن بيكون كثير كبير. هلا كمان المرة الماضية حكينا في عندنا قوانين خاصة وريليشن شيب خاصة بمين؟ خاصة بالويك إلكترولايت، وفينا قوانين خاصة بالسترونج إلكترولايت. فبلشنا بالويك إلكترولايت، حكينا عن الأرهينيس ثيوري واللي هي لامدا أو degree of dissociation درجة التفكك بتساوي مولر كوندكتيفيتي على أي تركيز مقسومة على المولر كوندكتيفيتي لما التركيز بيساوي زيرو، أو سميناها infinite dilution وعطيناها رمز لامدا نوت. هاي إنه كملخص للإشي اللي حكيناه المرة الماضية. هلا رح نكمل بالويك إلكترولايت اللي هم المواد الكهرولية اللي بتكون ضعيفة يعني ما بتفكك بشكل كامل بالماء. بدنا نكمل بهاي القوانين. إذا العلاقة الأولى اللي أخذناها هي أرهينيوس، العلاقة الثانية اللي بدنا ناخذها اللي هي أوسوالد ديلوشن لو. هلا بالنسبة للأوسوالد ديلوشن لو كمان زي ما حكينا بالويك إلكترولايت، والمعادلة العامة اللي بتعبر عن تفكك الويك إلكترولايت اللي هي هاي، اللي هي AB سواء كان حمض ضعيف أو قاعدة ضعيفة أو ملح ما بيدوب بالماء بنسميهم سبرانجلي سوليبل سولت. فشو ما كان هون إنه ويك إلكترولايت بتفكك لـ A بلس و B ماينس. كيف بنميز إنه ويك إلكترولايت من اللي هي الأسهم الإيكوليبريم الموجودة عندي هون؟ هلا دائما إحنا وين ما في عندي إيكوليبريم شو بيكون في عنا؟ بيكون في عنا إشي اسمه ثابت الاتزان، أو ما يعبر عن نسبة تفكك هاي المادة بالماء أو بالسولفنت، لأنه أنا بهمني نسبة التفكك، يعني بتتفكك بنسبة 50% 30%، هاي النسبة كيف بدي أطلعها؟ اللي هي كمية المواد الناتجة مقسومة على كمية المواد المتفاعلة ضرب 100%، زي كأني بدي أطلع نسبة. هلا هذا الإشي إحنا عندنا بالكيمياء بنعبر عنه بالإيكوليبريم ديسوسيشن أو الإيكوليبريم كونستانت، واللي تعلمنا إنه شو بيساوي الإيكوليبريم كونستانت؟ بيساوي حاصل ضرب تركيز المواد الناتجة على المواد المتفاعلة. إذا حاصل ضرب تركيز الإيونات على تركيز المادة نفسها اللي هي الويك إلكترولايت. فهنا إما بنعطيه كي كابيتال أو كي سي، يعني مش بالضرورة إنه، لأنه هون إحنا الإيكوليبريم كونستانت حكينا في أنواع. إذا كان ويك أسد بنسميه كي إي، إذا ويك بيس بنسميه كي بي، إذا كان في عندنا بشكل عام بحكي عن أي مادة كي سي، إذا بنحكي عن سبرانجلي سوليبل سولت مادة ما بتذوب بالماء بنسميها كي إس بي. فهي إلها عدة أنواع، فإحنا مش مهم الرمز اللي بنستخدمه طبعا حسب طبيعة المادة. فهون بشكل عام كي سي بتساوي تركيز الأيونات مقسومة على تركيز الإلكترولايت. هلا بدنا نشتق علاقة، إحنا بنحكي عن أوسوالد ديلوشن لو وبنحكي عن كهرباء صح؟ اللي هي الكوندكتيفيتي. فهلا احنا هون بدنا نشتق علاقة تربط ما بين هذا الإيكوليبريم كونستانت وما بين الموصلية. يعني هون أنا مشان أحسب الإيكوليبريم كونستانت
لازم اعرف التركيز، سواء تركيز ال A ولا تركيز ال B minus او تركيز ال A B. اذا عرفت وحده فيهم خلاص بطلع ال KC. ليه؟ لانه في عندي معادله بتربط ما بين او بتبين ال ratio بيناتهم. فاذا كانت هاي، انا بحكي عن weak acid، في هاي الحاله بروح بجيب قاعده، بنعمل titration عادي بالمختبر، بنطلع تركيز ال H plus، ومنها بنطلع تركيز ال B minus او الايون الكاونتر بيكون معها من خلال انه ريشيو واحد لواحد. بعدين انه مثلا هون معنى الانيشال كونسنتريشن ات اكوليبريم بكون واحد ناقص التركيز اللي طلع معي هون، وبالتالي بطلع تركيز اي بي واي بلس بي ماينس من خلال بس عمليه التايتريشن، وبحسب كي سي بكل بساطه. اذا كان عندنا ويك بيس كمان نفس الشيء. طب اذا كان في عندي سبرنجلي سوليبل سولت، هلا انا ما بقدر اعملها تايتريشن، فهي الحاله بدي الجا لطرق ثانيه مشان نحسب الإيكوليبريم كونستانت. من هاي الطرق اللي بدنا نلجأ لها اللي هي الكوندكتيفيتي. فمشان هيك بدنا نسعى إنه نلاقي علاقة تربط الموصلية مع الإيكوليبريم كونستانت. لأنه إذا بتتذكروا بالمحاضرة السابقة أو اللي قبلها حكينا إنه أنا من خلال معرفتي لموصلية المحاليل الكهرولية بقدر أعرف مجموعة من الخصائص عن هذا المحلول، من ضمن هذا هاي الخصائص اللي هي الإيكوليبريم كونستانت. هلا مشان نشتق العلاقة بدي افرض عندي مادة weak electrolyte، هاي عدد مولاتها N، حجمها V، و degree of dissociation إنها أو لا الكمية اللي بتتفكك منها من المادة بدنا نعطيها برامس ألفا، اللي يعني قداش بيطلع من الأيون A أو من الأيون B. هلا قداش بده ضل من المادة A B لما يصير عندي equilibrium؟ بده ضل على أساس إن عندي كانت نسبتها 100%، واحد ناقص ألفا اللي هو الجزء اللي تفكك. هلا هون احنا المعادلة بدنا نعبر عن هذا الحكي بالمعادلة. هون فعندنا الويك الكترولايت طلع عندي A بلس B ماينس، الريشيو بيناتهم واحد لواحد. بدي افترض انه طلع عندي ألفا من A، طلع عندنا ألفا من B. هلا هون بكون التركيز بالبداية هون صفر صفر، وهاي بكون مثلا 100%. هلا شوي بصير عندي هون ألفا وهون ألفا، وهاي كم بضل منها؟ واحد ناقص ألفا. فإذا كان عندي عدد مولات N فبدي أضربهم كلهم بN. فإذا عدد المولات الموجودة عندي للمادة A هي عدد المولات مضروبة بألفا اللي هي الكمية اللي تفككت، وعدد مولات N مضروبة في ألفا، وهون بدها تكون واحد ناقص ألفا كمان مضروبة بN. تمام؟ هاي يعني هاي من الكيمياء العامة اثنين، انه كيف بنطلع هاي الات اكوليبريم. هلا هون هذا عدد مولات، طب احنا بدنا نتعامل مع تركيز مع كونسنتريشن، وعندنا الفوليوم اللي هو في كابيتال حكينا. فمشان نطلع التركيز الكونسنتريشن اللي هو عدد المولات مقسوم على الحجم. فاذا عدد مولات A هون بدها تساوي N الفا على V، وهاي كمان نفس الشيء هون، يعني عدد المولات مقسوم على الفوليوم، وهون عدد المولات على الفوليوم وعدد المولات على الفوليوم. هيك صار عندي الكونسنتريشن لكل وحدة فيهم شو مالها؟ صارت معروفة. هلا شو بصفي نعمل؟ بدنا نطبق في الإيكوليبريم كونستانت اللي حكيناها قبل شوي. هلا مش نطبق من معادلة الإيكوليبريم كونستانت اللي هي كاسي كانت بتساوي تركيز بA في B مقسوم على تركيز AB. هلا هون تركيز A ماينس كان عبارة عن N ألفا على B، وتركيز B N ألفا على B، تنتقل مع بعض شو بيطلعوا معنا؟ تربيع. وهاي اللي هي تركيز مين؟ تركيز الـ AB at equilibrium. هلا شو بنعمل هون؟ بدنا هاي مقام المقام بتصير بسط، فالـ V بتطلع لفوق، وهاي الـ V تربيع بتنزل لتحت، فبصير عندنا المعادلة بهذا الشكل، هيك شكلها، بس إنه غيرنا رياضيات يعني. هلا بدنا نعمل اختصارات، شو في عندنا مجال ممكن نختصر؟ الـ V حجم بتروح مع التربيع، والـ N اللي بالمقام بتروح مع واحدة من التربيع للـ N اللي موجودة بالبسط. فشو بتصفي عندنا العلاقة؟ بتصفي N ألفا سكوير مقسومة على V في واحد ناقص ألفا. هذا بعد إيش؟ بعد الاختصار. هلا خلينا نطلع لهي المعادلة. شو في كمان إشي ممكن نختصره أو نعوض عنه إشي ثاني؟ إذا بنلاحظ N على V هي الكونسنتريشن، عدد المولات على الحجم هو عبارة عن التركيز. فبنعوض بدل N على V بهاي المعادلة، يعني هاي المعادلة تاعتنا، بنروح بدل N على V شو بنحط؟ بنحط C. فبصير عندنا A
سي او كي بتساوي، طبعا هي مره مكتوبه كي سي او كي، تنتين نفس الشيء يعني. لسه احنا ما حددنا بنحكي عن ويك اسيد ولا ويك بيس ولا على سبرينج سوليبل زون. هلا بصفي عندي هاي سي الفا تربيع على واحد ناقص الفا، هيك بصفي المعادله. ممكن نعمل ري ارنجمنت، نضرب طرد تبادلي ونطلعها بدلاله مختلفه. هلا احنا حكينا من البدايه هدفنا بدنا نربط المولر كوندكتيفيتي، او بدي اربط الموصليه مع كي اللي هو الايكوليبريم كونستنت. فانا من خلال شو بقدر اربط الموصليه هون؟ انه اجيب الموصليه وادخلها بالقانون. اذا بنتذكر بارهينس ثيوري الفا اللي هي ديجري اوف ديسوسيشن بتساوي مولر كوندكتيفيتي على المولر كوندكتيفيتي ات انفينايت دلوشن، هي لمدة على لمدة نوت. فإذا احنا بدل الفا شو ممكن نعوض؟ لمدة على لمدة نوت بالمقام وبالبسط. فبنيجي بنعوضها هون، هي الكونسنتريشن مضروبة في لمدة على لمدة نوت تربيع، بتصير هون واحد ناقص لمدة على لمدة نوت. خلينا نكتبها بطريقة مختلفة هيك ارتب، هيك بتصير. فإذا هذا القانون بنسميه أوسوالد ديليوشن لو. فإذا عرفنا المولر كوندكتيفيتي وعرفنا المولر كوندكتيفيتي ات انفينايت ديليوشن، بقدر احسب مين اللي هي الايكوليبريم كونستنت. هلا احنا بالعاده هذا القانون ما بنستخدمه بشكل مباشر، ليه؟ لانه انا لما بدي اجي احسب لويك الكترولايت بروح بنحضر محاليل مختلفه، فدائما بنعتمد على طريقه اسمها الرسم. فمشان اطلع الايكوليبريم كونستنت بنعتمد طريقه الرسم. فمشان اعتمد طريقه الرسم يعني بدي اطلع سلوب، بدي اطلع انترسبت. فدائما يفضل المعادلات اللي بتكون بهذا الشكل نروح نحولها لمعادله بشكل خطي، لينير ايكويشن. باللينير ايكويشن بتعرفوا الرسم بتطلع خط مستقيم، بقدر احسب الميل، واذا بنمد الخط لنقاطعه مع محور الصادات بنطلع الشيء اللي اسمه الانترسبت. فهلا مشان احول هاي العلاقه اللي هي الاوستوالد ديليوشن لو لعلاقه خطيه بدنا نعمل الشيء التالي. أول خطوة بدنا نعملها بدي أعمل ري أرينجمنت للمعادلة، بدي أعمل إعادة ترتيب إنه نضرب ضرب تبادلي ونخليها بس بأطراف معينة، يعني بدل ما يكون في عندي هون مقام وبسط لا بدي أخليها بس معادلة كاملة. فهلا بنضرب ضرب تبادلي فبصير عندنا إنه الطرف الأول اللي هو هاد سي في لمدة على لمدة نوت تربيع، هيو خليناه زي ما هو. ضربنا كي في واحد ناقص لي كي في لمدة على لمدة نوت. طبعا زي ما قلت لكم هون السي والكي هم نفس الشيء، بس انا في شيء كتبناه هيك كتابي وشيء اخذناه من الكتاب مقتبس. فهلا هاي المعادله اللي هو اول شيء، هلا انا مشان احولها لخطيه بدي اخلي واي اللي هو محور الصادات يكون عندنا بس عباره عن سي في لمدة. فكيف بدي اخلي واي بس عباره عن سي في لمدة؟ يعني اختصره قد ما اقدر مشان يكون سهل علي بالحسابات بعدين. بدنا نروح نضرب معادلة كاملة بلمدا نوت سكوير على لمدا، بضرب الجهتين بلمدا نوت سكوير على لمدا زي هيك. هي المعادلة بدنا نضربها بلمدا نوت سكوير على لمدا. فشو بنعمل هلا؟ بندخلها على الأطراف كلها. نيجي للطرف الأول هون بس نضربه في لمدا نوت سكوير على لمدا. لمدا نوت سكوير كلها بتروح مع لمدا نوت سكوير لأنه هاي التربيع رح نوزعها. وهنا في عندي لمدا تربيع، التربيع بتروح مع لمدا اللي هون، فبصفي عندنا بالمعادلة اللي هي سي في لندن، اللي هو هذا الشيء اللي انا بدي اياه وبسعى له من البدايه. تمام، فهذا الطرف طلعنا سي على لندن. هلا بنرجع بندخل نفس الشيء على الطرفين الموجودين بعد المساواه. هاد مباشره بنضربه بكي سي، هيو. الطرف اللي هون في عندي اختصار لندا مع لندا بتروح، ولندا نوت مع التربيع، فبصفي عندنا كي سي في لندن. وهذا هو اللينير فورم لأوستوالد ديليوشن لو. بصير عندنا بهذا الشكل. يعني هلا هون حطيت واحد على لمدا على اساس انه هي حتكون عندي الاكس اكسس. هلا هاي معادله خطيه، بنيجي نقارنها بالمعادله الخطيه الصيغه العامله بالرياضيات اللي هي واي بتساوي بي اكس ناقص اي. مين بيمثل واي عندنا هون؟ اللي هو سي في لمدا. مين بيمثل اكس المتغير من هون؟ هلا نيجي لمدا نوت ثابت، حكينا قيمه واحده، كي سي هو عباره عن ثابت، وانا نفس الشيء لمدا نوت وكي سي ثابت. اذا مين بده يتغير مع تغير التركيز؟ اللي هي لمدا. اذا واحد على لمدا كلها هاي هي عباره عن اكس. معامل اكس هو السلوب، يعني بي السلوب
بده يكون معامل واحد على لامدا هون اللي هو كي سي لامدا نوت تربيع، والثابت الكونستانت اللي هو A بنسميه انترسبت بده يساوي ماينس كي سي لامدا نوت. هلا هاي المعادلة بنطبق عليها، ناخذ مثال ونحل عليها. هلا احنا بالعادة مشان نطلع انا قيمة K equilibrium constant قيمة لامدا نوت، ممكن لامدا هاي كلها نحسبها من خلال انه انا ارسم ال y axis مقابل ال x axis. هلا لو اخذنا هون قيم concentration، يعني رحنا على المختبر عملنا تجربة وكان في عندي ثلاث محاليل بتركيز مختلفة، رحنا قسنا لهم موصلية وحسبنا الموصلية قيمة لامدا، طلع معي هاي القيم. هلا مشان اطبق على الاوسوالد ديليوشن لو بدنا نرسم رسمة مع بين مين ومين، بين سي في لامدا اللي هي الواي اكسس اللي تكون قبل اشارة المساواة، والاكس اكسس بده يكون واحد على لامدا. فاذا انا بدي اطلع قيم، هاي القيم هي الكونسنتريشن مضروب في لامدا واجيب واحد واقسمها على لامدا. فبنضيف هنا اعمدة عندنا، هذا بيكون سي في لامدا بجيب الكونسنتريشن بضربه في لامدا بتطلع معي القيمة، هاي نقطة. بعدين واحد على لامدا بنجيب واحد تقسيم لامدا اللي هي 150، فبطلع عندي هون ايش نقطة، هاي النقطة الوحدة بروح باجي على الرسمة هون، واحد على لامدا كم بتساوي وسي في لامدا كم بتساوي، وبنحدد النقطة وأكثر من نقطة بنوصل خط بيناتهم. هلا بس نوصل خط ونرسم الرسمة بنروح بنطلع السلوب. السلوب إما بترسم يدوي بتطلع هيك هذا المثلث، بنرسم مثلث دلتا واي على دلتا اكس، او اللي بيعرف على الاكسل بروح برسم اكسل بطلع معادلة من المعادلة بنطلع مباشرة قيم السلوب والانترسبت، او في عنا طريقة على الآلة الحاسبة اللي على الكالكوليتر بدخل القيم، يعني للي يتعلمها او ممكن لقدامك اجيب آلة حاسبة وافرجيكم كيف انه نحسب دخل القيم اللي هم اكس وواي ويطلع لي من الآلة الحاسبة قيمة السلوب والانترسبت مباشرة. هلا بدي اخذ مثال هيك انه في ارقام وشي. هلا هون عند لامدا نوت شو بدها تساوي؟ هلا طلعوا هون في عنا السلوب بيساوي اللي هو معامل اكس اللي هو كي سي في لامدا نوت تربيع، والانترسبت بيساوي ماينس كي سي لامدا نوت. هلا السلوب والانترسبت كارقام بنطلعهم من الرسمه، فبصير في عندي معادلتين بمتغيرين او بمجهولين اللي هم كي سي ولامدا نوت. فبطريقه التعويض انه بعوض هون مثلا بطلع كي سي بتساوي السلوب على لامدا نوت تربيع، وبنيجي بنعوض مكان كي سي هون بنطلع لامدا نوت. طيب هلا هون بعد ما اعمل هاي العملية اعملوها انتوا هيك لحالكم شوفوا بتطلع معكم صح ولا غلط، بتطلع معنا لامدا نوت بتساوي ماينس السلوب على الانترسبت، والكي سي بتطلع ماينس الانترسبت على لامدا نوت. فمعنى الحكي اذا طلعت سلوب وانترسبت بكون انا طلعت القيم اللي انا بدي اياها. خلينا ناخذ مثال. هلا هاي هذا الحكي اوسوالد ديليوشن لو، في عندكم تجربة بمختبر فيزيائي 2 اسمها ديسوسيشن كونستانت اوف ويك الكترولايت، راح تاخذوا بالمختبر محلول استيك اسيد تخففوا له كم من تركيز، تروحوا على جهاز الكوندكتيفيتي بتقيسوا كابا، بعدين بتروحوا بترسموا الحسابات هاي كلها اللي حنعملها تشتغلوا عليها راح تشتغلوا عليها بالمختبر كامل. فعندنا سؤال شو بحكي لنا؟ طبعا هذا السؤال زي كأنه داتا لتجربة رح تشتغلوها. In an experiment هاي التجربة aim to determine the value of dissociation constant of acetic acid، يعني الهدف من التجربة بدنا نطلع قيمة dissociation constant لمين؟ للأستيك أسيد باستخدام مين؟ الكوندكتيفيتي ميجرمنت، يعني ما بدي استخدم طريقة التايتريشن، بدنا نستخدم طريقة الموصلية لأنها حتعطينا قيم أدق. لما عملنا التجربة رحنا جبنا محاليل، ست محاليل، أخذنا ست محاليل مختلفة بالتركيز اللي هي مثلا زي هون الرسمة، طبعا هاي فيها سبعة احنا بنحط ستة، طبعا هو الاستيك اسيد بيكون كلرلس بس هاي الرسمة لقيتها مشان نعبر يعني هذا، انا بكون في عندي ست محاليل تركيزهم شو مالهم؟ مختلفين. هلا بنروح بنجيب هذول المحاليل واحد واحد، بناخذ جهاز الكوندكتيفيتي، هاي جهاز الكوندكتيفيتي بيشبه جهاز البي اتش وفي له الكترود هذا القطب. هلا هاد بنجيب المحلول، طبعا نغسل القطب بمي مقطرة والبيكر اللي بدي احط فيه المحلول نغسله بمي مقطرة، بعدين بغسلهم بنفس المحلول اللي بدي اقيس فيه، بعدين بنحط المحلول بالبيكر وبنحط الالكترود فيه وعلى الجهاز بنكبس كبسة انه مشان يعمل لي ميجرمنت، فبيعطيني قراءة على الجهاز هون وبكون الوحدة مكتوبة بجنبها.
إذا الوحدة هي عبارة عن سيمنز أو أوم إنفرس، هاي كوندكتنس اللي هي قيمة جي، فقيمة جي بدي أحولها لكابا اللي هو عن طريق إنه جي بتساوي كابا إيه على إل، وبتكون هاي على إل كونستانت ومعطينا بتكون مكتوبة على الجهاز نفسه، بناخذها من الجهاز. هلا أغلب الأجهزة الحديثة بتعطينا قيمة كابا مباشرة، يعني اللي بتطلع بعدين على الوحدة لما تيجوا تشتغلوا إن شاء الله على خير بيكون مكتوب الوحدة سيمنز بير سنتيمتر اللي هي وحدة كابا. فإذا أنا المعلومات اللي باخذها شو مالها؟ هي وحدة التركيز. خلصنا المحلول الأول، بنكبه، بنغسل الإلكترود والبيكر بالمحلول بالمي كذا مرة، بعدين بنغسل بالمحلول الثاني، بعدين بنحط المادة مشان تكون قراءاتنا كثير دقيقة، يعني بلغي أثر المحلول الأول أو بجيب بيكر جديد، بس أهم شيء الإلكترود ينغسل أكثر من مرة، بعدين بنقيس الثاني الثالث والرابع، ويفضل دائما بنبلش من أقل تركيز إلى أعلى تركيز عشان ما نصدم الجهاز بقراءة كبيرة وبعدين إنه ننزله لقراءة أصغر، فدائما بالتسلسل من الأقل تركيز إلى الأعلى تركيز، هذا يعني بالشغل العملي لما تيجوا تشتغلوا. هلا بس نخلص بناخذ قراءاتنا بنحطهم بجدول، التركيز الأول كم كانت قيمة كابا، التركيز الثاني كابا، الثالث كابا. هلا بالجهاز على الأغلب لأن الموصلية تكون كثير قليلة تكون بوحدة المايكرو سيمنز أو بالملي سيمنز، فإحنا بنحولها على سيمنز بير سنتيمتر دائما، شو ما بطلع معي الوحدة بحولها على سيمنز بير سنتيمتر. هلا هيك بكون خلصنا الشغل العملي وطلعت معي القراءات. هلا شو بدي أعمل؟ بدي أروح أطبق أوسوالد ديلوشن لو، لأنه شو طالب مني أحسب؟ طالب مني أحسب المولر كوندكتيفيتي هاد انفينايت ديلوشن اللي هي لمدا نوت اللي هي نقطة التقاطع مع محور الصادات، وبدنا نحسب الديسوسيشن كونستانت أو الإكوليبريم كونستانت اللي هو كي أو كي سي بدنا نسميه. هلا هذول كيف بدي أحسبهم من الشرح اللي شرحناه قبل شوي؟ إذا برسم رسمة بطلع سلوب وانترسبت خلص باعتبار إنه إحنا طلعناهم. هلا مشان نرسم الرسمة ونطبق على أوستوولد ديلوشن لو اللي هو هاي هو القانون، سي في لامدا بتساوي كي سي لامدا نوت تربيع في واحد على لامدا ناقص كي سي لامدا نوت، بدي أحسب القيم اللي بدي أعوضهن على الواي أكسس، وبدنا نحسب القيمة اللي بدنا نحطها على الإكس أكسس اللي هي واحد على لامدا. فأنا بدي أضرب الكونسنتريشن في لامدا وهنا بدنا نقسم واحد على لامدا. هلا إذا شو ناقص عندنا هون؟ القيم اللي طلعناها كابا، لازم أحسب قيمة لامدا. فلامدا أخذناها المرة الماضية بتساوي 10 قوة 3 في كابا مقسومة على سي. فأنا هي الجدول اللي عندي هيو، وبروح بضيف عمود جديد، هذا العمود بنسميه لامدا. شو بيساوي 10 قوة 3 في كابا على سي؟ فبنجيب 1000 مضروب في كابا مقسوم على التركيز، بنطلع القيمة الأولى بتطلع 21، بعدين 1000 في كابا مقسومة على 0.01 بتطلع 16، 10 8 6 7 5 لغاية، فبنلاحظ إنه مولر كوندكتيفيتي كل ما بزيد التركيز هي بتقل زي ما أخذنا سابقا. هلا هيك طلعنا لامدا، بس أنا مشان أرسم الرسمة بدي سي في لامدا على الواي أكسس وبدنا واحد على لامدا على الإكس أكسس، فبنروح نضيف كمان عمود بنسميه سي في لامدا، بس معلش لامدا هون طالعة لفوق شوي، بس هي سي ضرب لامدا، فباخذ التركيز 0.005 بضربه في 21 بعطينا 0.105، 0.01 مضروب في 16 بيطلع 0.16، 0.03 في 10.3 تطلع هاي القيمة، فبنطلع كل قيم 1. هلا سوف نطلع قيم منين؟ x اللي هي 1 على لامدا، فبنحكي 1 تقسيم لامدا، 1 تقسيم 21 بيطلع معنا هذا الرقم، 1 تقسيم 16، 1 تقسيم 10، 1 تقسيم 8.1. هلا طلعنا القيم، بدي ارسم دائما بحكينا بلوت سي في لامدا فيرسس واحد على لامدا، يعني دائما اول شيء الكلمه للواي اكسس مقابل الاكس اكسس. فهلا هون هذول القيم نقاط، يعني هون اكس واي اكس واي اكس واي، بدنا نروح يا بندخلهم على الحاسبه او على اكسل او بنرسم يدوي وبنطلع السلوب والانترسبت. هلا هون احنا طبعا اسهل شيء انه انا اروح اشتغل على الاكسل، تعطينا الرسمة خطية تقريبا هي بالخط الأزرق، بالإكسل بيعطيني أوبشن إنه أنا أعمل تريند لاين يعطيني أفضل خط مستقيم، وبيعطيني المعادلة اللي هي واي بتساوي قيمة مضروبة في إكس ناقص اللي هو الثابت. هاي بنقارنها مباشرة مع معادلتنا اللي هي الأوستوولد ديلوشن لو، معامل إكس اللي هو السلوب 4.9966، والإنترسبت بناخده مع الإشارة، دائما الإشارة كتير مهمة 0.1448،
فإذا من الرسمة الاسلوب بيساوي هاي القيمة والانترسبت بيساوي سالب هاي القيمة. هلا زي قبل حكينا انه لامدا نوت شو بتساوي؟ بتساوي السلوب على الانترسبت ماينس طبعا، لانه عندنا اصلا انترسبت بالماينس وسالب مع سالب بيروحوا مع بعض، فماينس السلوب على الانترسبت نيجي بناخذ القيمة سالب 4.9966 مقسوم سالب 0.1448 تطلع معنا لامدا نوت 34.5. طبعا قيم لامدا نوت دائما بتكون كبيرة يعني 10 فما فوق، يعني ممكن تطلع 130-300 وشي عادي يعني. شو الوحدة تاعتها؟ سيمنز سنتيمتر تربيع بير مول. هلا لما طلعت لامدا نوت بنطلع مين؟ اللي هو الإكوليبريم أسوسيشن كونستانت، بيساوي ماينس الانترسبت على قيمة لامدا نوت. ماينس الانترسبت معروف عندنا القيمة، ماينس مع ماينس بروح مع بعض، ولامدا نوت بنعوضها فبيطلع معنا الديسوسيشن كونستانت هو عبارة عن 0.00419. وهيك بنكون طلعنا مين؟ قيمة الديسوسيشن كونستانت من خلال الكوندكتيفيتي ميجرمنت. هاي أهم إشي بهذا محاضرة اليوم اللي هو أوستوالد ديلوشن لو. زي ما حكيت لكم حيكون في عنا تجربة بمختبر الفيزيائي 2، رح تاخذوا محلول أستيك أسد تحضروا منه ديفرنت ديلوشن، ويعني الشغل العملي كثير سهل، خلال نص ساعة تكونوا مخلصينه، بس هي شغلة الحسابات ولازم تتعلموا الرسم وكيف تطلعوا القيم على الآلة الحاسبة. تمام يا جماعة، حد عنده أسئلة؟ هلا مشان المحاضرة الجاي رح نروح، يعني رح نروح على إن شاء الله اللي هو الـ strong electrolyte. هيك هم القانونين الخاصات بالweak electrolyte، قانونين Arrhenius theory اللي بتعطينا degree of dissociation، والعلاقة الثانية شو هي؟ اللي هي Ostwald dilution law. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ كله تمام دكتورة، والله كله تمام الحمد لله. فكرة واضحة يعني؟ حدا بيلاقي صعوبة انه يفهم ايش ايش بنحكي؟ عبروا عن يا جماعة. كل شيء واضح والله. كل شيء تمام دكتورة. تمام تمام.